الذين أمروا بالمعروف عليهم الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلقته الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر ترى من فطور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغريب اسمعوا نعبد ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق أصحاب السعير لكم حاصبا فستسألون كيف ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير الله يقبل ما ينسون الى الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي يوجد لكم يسعدكم من دون الرحمن كافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم بنفس كارثه سيد العام المحترم ايها الساده الكرام مريدي هذه الزاويه وهذا الطريق المبارك السلام عليكم ورحمه الله بامر من سيدنا منصور بالله جلاله الملك محمد السادس ايده الله ونصره تتشرف هذه اللجنه الملكيه بتسليمكم هبه ملكيه كريمه مخصصه لحفظه كتاب الله الكريم المدعوون لاحياء ذكرى الخامسه يوم التاسع من ربيع الثاني بحول الله في جو رباني مئه القرآن الكريم والصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعاء لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يده الله ونصره بالنصر والتمكين ولصاحب الذكرى جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه بالمغفرة والرضوان وجنات النعيم وللأمة المغربية بالعيش في طمأنينة وسلام ورغد وازدهار في ظل العرش العلوي المجيد والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. بسم الله. اللهم يا ربي تقبل منا ما قرأناه ونور ما تلوناه واجعله في سجل حسنات مولانا الحسن الثاني اللهم يا ربي اغفر له وارحمه اللهم يا ربي اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد نقي من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب والعدو من الدنس اللهم ابدله دار خير من داره وانا خير من اهله اللهم يا ربي انزل عليه شآبي بالرحمه والرضوان اللهم يا ربي وسع عليه في قبره مد البصر اللهم يا ربي اجعله روحه مع ارواح الانبياء والشهداء والصالحين في جنة الفردوس اللهم يا ربي انزل عليه شأن رحمة ورضوان اللهم يا ربي نور ضريحه بملائكة الرحمة اللهم يا ربي انس في قبره ملك الرحمة وانس في قبره بالاعمال الصالح وارفع مقامه في جنة الفردوس يا رب العالمين كما نسألك أن تغفر لمولانا محمد الخامس اللهم جد عليه الرحمات اللهم جد عليه الرحمات اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه كما نسألك أن تغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا ونسألك يا ربي ونحن في هذا المقام المبارك أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين جلالة بن محمد السادس اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين اللهم احفظه اللهم يا ربي احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحفظه يا ربي في حله وترحاله اللهم يا ربي احفظه في حله وترحاله اللهم يا ربي بارك له وعلى يديه مطامحه واماله اللهم يا ربي حق مطامحه واماله
وأقر اللهم عينه بولي العهد ولي الحسن وأنبت اللهم نبات حسنا شط اللهم أزره بسنوه المبرشين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله.